السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تبقاش ان شاء الله إن شاء تصوبي الله لينا. نصوب العصير ديال العلف، مادام دابا وقته نعطيو الفرصة إن شاء الله. ونيت باش الدراري اللي ما تيبغيوش ياكلوه مع ود العظومة ولا هذا، القشرات هي القشرة نعصرو لهم إن شاء الله وغيعجبهم يشربوا منه كمية كبيرة إن شاء الله. يلا شنو عندنا فيه؟ عندي هنايا كيلو نص ديال البيض وكيلو نص ديال الحمار. هو دابا بطبيعة الحال كمية ماشي ضرورية، على حسب شحال ما اللي عندك. اللي عندك عندي جوج حامضات وعندي سنيدة على حسب الذوق. صافي نبداو ان شاء الله. واخا نبداو ان شاء الله. دابا نقشر هاد الحامضات ان شاء الله ونرجع. انت دابا هذا غنقطع معايا وحدة وهذا وحدة، هذا نقطع معايا هذا، غادي نحيد لها كاع ديك البيوضية كنحيدوها. انت شتي كنخلي حتى حاجة بيضاء وكنحيد العظومة، ما كنخليش العظومة. العظومة ديال الحامض، هادي الحامض باش ما كيجوش مرين. غادي نحاول نشوف كاين كان شي عظم حامض غنحيدو. نقطع دابا شوية بشوية باش كنحيد داك الحامض ديك العظومة. بسم الله. دابا غنطحنو بلا ما بلا والو ونوريكم شنو غادي ندير. غادي نغير شويه د السكر. صافي. بالنسبه للناس اللي عندهم المركز ديال الحامض يديروا، انا حيت انا كيكون عندي المركز الحامض انا غير ما بغيتش نديرو دابا باش يبان لك. انا جهدت جوج معالق. كانوا سولنا نيت السيدات المركز شنو كنديروا به، هادو من ضمن الحوايج اللي كنخدموا بهم في المركز ديال الحامض. انا غير ما بغيتش نديرو باش من خصنا نعطيو التفاصيل كيفاش صوبتو كيفاش ممكن نديرها. اللي ما عندوش موجود راه الحامض موجود موجود. صافي نطحنو نمشيو نطحنو ونرجع عندك ان شاء الله. صافي وجد. صافي وجد. نصفي انتي شوفي كيطلق الماء ديالو راسو. في الماء لا ما ديري الماء. صافي نصفي مزيان. صافي سالي انتي شتي كلشي كيتصفى، كيبقى غير داك العظومه وداك الجلده انتي شتي كشرد الحامض. ماشي العصير كيولي داك الشرف ياه كنبقى هكا هذا كيولي بحال المركز. صافي نصوب الاخر عاوتاني بنفس الطريقه ان شاء الله. تمام صوبتي الثاني. صافي ها هو دابا درت له حتى هو الحامض غادي نطحنو. صافي انا غادي نطحنو صافي هو وجد غنصفيه. بسم الله. صافي غادي نصفيه ان شاء الله ونرد عليك. صافي دابا حتى هو صفيتو شتي حتى هو بقى ديك العظومه وديك الجلده بقات في الشبكه، الشبكه كتكون شويه رقيقه. ها هو شتي كيجي زوين. صافي ان شاء الله تن صافي ان شاء الله نوريك شنو ندير به ان شاء الله. الله عليك. يبارك فيك. صافي سالينا. ساليت. صافي شوفوا العصير ديالنا وجد، هذا بالعنب البيض وهذا بالعنب الاحمر. ها هو فيه نيت درتو تقدروا تخلطوه ماشي مشكل. كتقدروا تخلطوه. هذا راه درت له العنب البيض وغادي غادي ندير له هذا الاحمر. كنديروا عليه هذا باش كنرسموا داك اللي فروي كيجي غزال. اللي فروي اللي عندك في الدار كتخلطيه كتقطعيه الطراف الطراف الصغار وكديري عليه هذا العصير تيجي واعر. مع هو فيه الحامض نيت ما كيخليش داك الديسيري يتاكسد. انا من زمان وانا كندير هذا العصير الحامض كنديرو مع هذا اللي فروي هكا مخلط حتى تجي كيكون عاد يدير تيشط لي العنب بزاف طنطحنوا. دابا كما قلنا في البدايه ديال الفيديو بزاف ديال الناس العنب كيعندهم مشكل ديال العظومه والجلوف وداي صغار كيتهربوا منه. هاد الطريقه هذه كتخليك تشرب واحد الكميه كبيره بلا ما تحس، خصوصا ملي كيكون فيه الحامض كيعطي واحد النسمه زوينه. وبالنسبه للناس اللي ما عندهمش الحامض خضر يديروا المركز مركز ولا ملمس.
لا احنا ما درناش الماء، دابا هذا مركز مذاق زوين، اللي بغى يشربو هكا كيشربو، بغى يخفو كيخفو، بغى يدير معاه الديسير كما درنا في هذا. تجي كي بغيتي المهم هذا المركز ديال العنب تجي معاه كاع كاع الديسير، هما اللي مختار، هما يشربوه بحال هكا افضل، ما فيهش ما فيه لا ما لا والو يعني خالص. الفرصه ديال الفرصه نشكرو فيه الشكيلات زوينين والشيوات اللي داكشي اللي كان. هذه الصوره غتطلع ليهم من الارشيف ديالنا بطبيعه الحال، حنا كنا نيت صوبناه ولكن خلطنا الاحمر ويا ربي ياك الاحمر والخضر خلطناهم بجوج. هذه شقت لهم الا بغاو يخلطوا يخلطوا، راه كيجي المذاق حتى هو كيجي زوين. ماما تبارك الله عليك فصبخه ان شاء الله، الله يعاونك. وصلنا لنهاية الحلقة، كنتمنى تكون نالت إعجابكم. ما تنسوا شاركونا بصور تطبيقاتكم على المواقع الرسمية للقناة، وكذلك مشاركة المحتوى مع الأصدقاء والاشتراك بالنسبة للزوار الجدد، والضغط على الجرس لتتوصلون بكل ما هو جديد على قناة سيدة الدار. وإلى اللقاء.